في مجالنا اليوم، كورونا يواصل حصد الأرواح في أمريكا اللاتينية، وعمال الضفة الغربية ومخاوف الإصابة بكورونا، وصراع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق يحتدم. أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال، معكم محمد عمر. والبداية بالعناوين: وباء كورونا يطرق بقوة أبواب أمريكا اللاتينية، ومخاوف من تحول القارة إلى لقمة سائغة للفيروس. رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من أن العمل في إسرائيل والمستوطنات ثغرة تسلل منها فيروس كورونا. وقائد فيلق القدس الإيراني في بغداد لترتيب البيت الشيعي، وتراشق بالتصريحات بين واشنطن وطهران. نستهل مجالنا بملف كورونا في أمريكا اللاتينية هذه المرة، إذ يواصل الفيروس حصد المزيد من الأرواح على غرار معظم القارات والدول التي انتشر فيها حول العالم. ومع اتساع دائرة انتشار المرض في القارة، تتنامى المخاوف في ظل افتقار عديد من الدول إلى المعدات أو حتى العاملين الصحيين المدربين على الاستجابة لهذه الحالات، فيما بدأ العديد من الدول في أمريكا اللاتينية بإغلاق الحدود وحظر التجمعات الكبيرة على أمل تجنب تلك المشاهد في البلدان الأكثر ثراء مثل إيطاليا والولايات المتحدة. أمنة العمدوني معها المزيد من التفاصيل. نعم، مع تصاعد خطر فيروس كورونا، صنفت دول درجة شدة المرض داخل أراضيها إلى مراحل حتى تتمكن السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة قبل الوصول إلى المراحل المتقدمة والكارثية، حيث يمر الوباء بأربع مراحل وفق علماء ومختصين في الأوبئة حول العالم. تعتبر المرحلة الأولى لانتشار الفيروس مستقرة إلى حد ما مع خلو البلد من الوباء وعدم تسجيل إصاباته. تليها مرحلة مخالطة الوافدين من دول موبوءة للبلد الخالي من الفيروس، وتتسبب حينها في نقل العدوى مع تسجيل أول حالة إصابة في البلد. لكن يمكن السيطرة على هذه المرحلة بعزل الحالة وحجر مخالطي المريض للتأكد من عدم انتقال العدوى. وفي المرحلة الثالثة تزداد أعداد الإصابات وينتشر المرض من خلال العدوى، وتكون غالبا الإصابات في منطقة واحدة أو أكثر وبشكل جماعي، وتصنف حينها بالمناطق الموبوءة. وإذا استطاعت الدولة التي دخلت هذه المرحلة من التعامل معها بنجاح، فستتجنب الانتقال إلى المرحلة الكارثية، وهي المرحلة الرابعة التي تعد الأخطر في رحلة فيروس كورونا، حيث يزحف الوباء في كامل البلاد بوتيرة سريعة. وهنا تعجز الطواقم الطبية في السيطرة على الحالات المصابة كما هو الحال في إيطاليا. تسعى دول العالم بكل جهودها وإجراءاتها الصارمة من أجل منع وصول تفشي فيروس كورونا في بلادها إلى مراحله المتطورة التي لا تحمد عقباها. هذا في وقت لا يوجد فيه موعد ثابت لرفع قيد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار العدوى. ورغم كل التدابير الاحترازية المتخذة، يقترب العالم من نحو مليون مصاب، فيما يتمدد الفيروس بسرعة في معظم القارات والدول. ولم تبقى أمريكا اللاتينية في منأى عن الوباء، رغم أن وتيرة انتشاره فيها لا تزال أدنى مما هو في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. كما يواصل كورونا حصد الأرواح في دول القارة اللاتينية على غرار جل دول العالم، حيث تجاوزت الوفيات في جمهورية الدومينيكان 50 حالة، في حين ازداد عدد الإصابات إلى أكثر من 1100. وفي الإكوادور ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 75 حالة، بينما قارب عدد الإصابات 2250 حالة. أما في كوبا فقد ارتفع عدد الوفيات إثر الفيروس إلى 6 مقابل أكثر من 180 إصابة. بات فيروس كورونا من أكبر المخاطر التي تهدد دول العالم، وعداده يتسارع عالميا بين وفيات وإصابات، فيما تبقى التدابير المتخذة إلى الآن غير كافية لإيقاف وباء يمثل أزمة عالمية هي الأسوأ منذ عقود.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من بيونس آيرس الباحث المختص في شؤون أمريكا اللاتينية الأستاذ عدنان. نقول أهلا ومرحبا بك أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، في البداية لو تضعنا في صورة الوضع الصحي في دول أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية تأخرت قليلا عن وصول فيروس كورونا إليها بسبب البعد الجغرافي لكونها خلف الأطلسي. سجلت البرازيل أول إصابة بتاريخ 23 آذار الماضي، والأرجنتين سجلت أول وفية بتاريخ 27 شباط الماضي. الفيروس بدأ ينتشر بكثافة في دول أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي. جميع دول المنطقة اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوباء الخطير، وأهم تلك الإجراءات هو تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية بالحجر الصحي على السكان، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ومالية لمواجهة هذا الوباء. طيب، الآن وقد انتشر هذا الفيروس في دول أمريكا اللاتينية، هل تعتبر هذه الدول لقمة سائغة بالنسبة لهذا الفيروس نظرا لعدم التطور الكبير لدى الأنظمة الصحية في بعض دول أمريكا اللاتينية؟ نعم، وافقك الرأي، وخاصة في حوض الكاريبي وأمريكا الوسطى. البارحة مع الأسف الشديد شوهدت الشوارع الإكوادور فيها الكثير من القتلى المصابين بهذا الوباء، وخاصة في منطقة جنوب شرق الإكوادور في مدينة غواكيل سجل اليوم بحدود 150 وفاة في الشوارع وفي المنازل، وحتى أقارب هؤلاء الناس تخلوا عنهم بسبب الخوف من الانتشار والعدوى. يعني تركوهم في الشوارع ولا يوجد منظومة صحية تقوم برعايتهم. نعم، مما جعل حتى أقربائهم يلجؤون إلى حرق الجثث خوفا من انتشار العدوى في كامل المدينة. يعني هي كارثة إن وصل لدول فقيرة هذا الفيروس، لكن هناك أيضا من يرى أن الرئيس البرازيلي تعامل باستهتار مع أزمة كورونا ولم يأخذ الموضوع بجدية، وهذا ما ساعد في انتشار الفيروس في بعض دول أمريكا اللاتينية. ما تعليقك؟ نعم، وافقكم الرأي. الرئيس بولسيرانو هو الابن الشرعي للرئيس ترامب، وهو يتوافق مع سياسات الرئيس ترامب ورئيس وزراء بريطانيا. لكن هناك فرق بالإمكانات ما بين الدولتين طبعا. نعم، الواقع البرازيل هي كانت سببا في انتشار المرض في دول الجوار، ويقول الرئيس البرازيلي أن الاقتصاد أولى من الصحة، وهذا المرض هو يعني أشبه ما يكون بالإنفلونزا وليس خطيرا، ولن هو إذا خير بين الاقتصاد والصحة سوف يختار الصحة، وهذا سبب له الكثير من المشاكل والانتقادات على كافة المستويات وفي كل ولايات البرازيل، سواء كان على الصعيد العدلي أو على الصعيد المالي أو الاقتصادي. سيد عدنان، وبالنسبة لفنزويلا كيف ترى الأوضاع فيها؟ ممتازة جدا، هي الأقل تأثرا في هذا المرض، وبالرغم من كل الحصار. امبارحة الرئيس الأمريكي ترامب ومن البيت الأبيض ومعه يعني رفاقه في وزارة الدفاع البنتاغون ووزارة المالية والعدل أعلن أنه سوف يعني يرسل الكثير من القطع الحربية والمدمرات لحصار فنزويلا، واتهام الرئيس نيكولاس مادورو بالإرهاب وتجارة المخدرات، وهذا الموضوع هو أقرب ما يكون إلى الحملة الانتخابية مما هو واقع.
تسجل فنزويلا نسب قليلة جدا بعدد الإصابات والوفيات، والرئيس مادورو اتخذ حزمة من الإجراءات كانت فاعلة جدا. طيب دعنا نختم، حيث تقيم في الأرجنتين، كيف هي أوضاع انتشار هذا الفيروس؟ الأرجنتين تقدم مثالا يحتذى. الرئيس ألبرتو فرناندي منذ اللحظات الأولى قال لو خيرنا بين الاقتصاد والصحة نحن سوف نختار الصحة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها الأرجنتين. ومع ذلك ومنذ 15 يوما يطبق البروتوكول الخاص بالفيروس بحذافيره قانونيا وماليا من خلال العلاوات التي قدمت للفرق الطبية وقوى الأمن والجيش. وأعتقد أن الأرجنتين حققت نتائج باهرة على صعيد مكافحة الفيروس في أمريكا اللاتينية حتى وفي العالم. والوضع هنا جيد، وهناك تتراجع في نسبة انتشار عدوى الكورونا في الأرجنتين. عبر سكايب من بيونس آيرس الباحث المختص في شؤون أمريكا اللاتينية الأستاذ عدنان نقول شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومستوطناتها تمثل ثغرة يتسلل منها فيروس كورونا لمناطق الضفة الغربية. وأكد شتية أن استمرار تنقل العمال بتسهيلات إسرائيلية بين المدن والقرى وأماكن العمل يشكل ضربة لكل جهود حكومته لوقف انتشار الفيروس. تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية جاءت بعد تسجيل إصابة 15 فلسطينيا يعملون داخل مستوطنة إسرائيلية شمالي القدس. من شرفة منزله يلوح عمر جمعة لأطفاله وعائلته كلما اشتاق لرؤيتهم، بعد أن قرر بعد عودته من إسرائيل إخضاع نفسه لحجر منزلي خشية من نقل العدوى لعائلته إذا كان حاملا للفيروس، خصوصا في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين في إسرائيل. أنا بس خوفي على أهلي، خوفي على بلدي، خوفي على المجتمع الفلسطيني حاجر حالي. الحمد لله رب العالمين، إلي 8 أيام فيش علي أعراض نهائيا، بس أنا ملتزم في 14 يوم، بديش أطلع إلا تخلص 14 يوم. مخاوف العمال تضاعفت مع تسجيل إصابات محققة بالفيروس في صفوف العمال العائدين من إسرائيل. بين حاجتهم لتأمين لقمة عيشهم ومخاوفهم من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل واسع في إسرائيل، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستغلال العمال الفلسطينيين لضمان حركتها الاقتصادية. رسميا حذرت الحكومة الفلسطينية من فرص ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ظل توقعات بعودة 60,000 عامل فلسطيني من إسرائيل الأسبوع المقبل، كانوا قد قرروا البقاء فيها بترتيبات مع المشغلين الإسرائيليين. إحنا مقبلين على كارثة كبيرة للأسف الشديد، يجب الالتزام بهذه التعليمات كاملة، كل ما صدر عن سيادة الرئيس وكل ما صدر عن دولة رئيس الوزراء وكل ما يصدر عن وزارة الصحة بالتعليمات يجب على جميع العمال داخل الخط الأخضر، إخوتنا وأحبائنا وأبائنا وأصدقائنا، أنهم يلتزموا بهذا الحجر حتى نتمكن من حصر هذا الوباء. ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل في الظروف الطبيعية وقبيل أزمة كورونا بأكثر من 120 ألف عامل، يتراوح دخلهم بين 10 ملايين إلى 15 مليون دولار يومياً، إلا أن أعدادهم انخفضت بعد تزايد الإصابة في إسرائيل. الجانب الإسرائيلي ما يقوم به في الفترة الماضية لهو دلالة أخرى تضاف وصمة عار عليه بكيفية التعامل اللا إنساني للعامل الفلسطيني وأيضا المشغل الإسرائيلي الذي نقض الوعود. معضلة تكافح السلطة للتغلب عليها بتوعية العمال من مخاطر كورونا في ظل غياب سيطرتها على المعابر. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله المحتلة. نرحب عبر الهاتف من رام الله برئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. أهلا ومرحبا بك دكتور مصطفى. دكتور، يقول متابعون إن السلطة الفلسطينية والتي تبلي حسنا في التصدي لفيروس كورونا لغاية اللحظة تقف بين نارين، إما إقفال الحدود أمام العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات، وإما استقبالهم لكي يعولوا عائلاتهم. ما تعليقك؟ أولا الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية فعلا هي بين نارين، بين نار فيروس الكورونا الخطير وبين نار الاحتلال والاضطهاد العنصري الإسرائيلي الذي لا يكتفي بالتمييز ضد الشعب الفلسطيني في الظروف العادية بل حتى في هذه الظروف،
ولا يتوقف عن مضايقة الفلسطينيين واعتقال أبنائهم واقتحام المناطق الفلسطينية حتى ونحن في حالة منع تجول بسبب الكورونا. نعم. الذي يجري الآن خطير طبعا، ومشكلة العمال تكمن في أنه لدينا حوالي 150 ألف عامل يعملوا في شركات إسرائيلية سواء في الداخل أو في البعض المستعمرات الاستيطانية. نعم. وهؤلاء طبعا يضطروا للذهاب للعمل بسبب ضائقة الحال، محتاجين للدخل. صحيح. والآن هذه كثير من المواقع منها المستعمرات الاستيطانية أصبحت بؤر لانتشار الكورونا، وفي إسرائيل أكثر من 6500 حالة. نعم. وبالتالي نحن ناشدنا والسلطة الفلسطينية ناشدت العمال أن يتوقفوا عن الذهاب للعمل. نحن نعرف أن ذلك سيسبب ضائقة مادية لهم، ولكن الحياة أهم من أن يعمل الإنسان أسبوعين أو ثلاثة. طبعا هذا يستوجب من الجهاز الحكومي ومن المؤسسات الشعبية ومن الناس جميعا التكافل والتضامن مع هؤلاء العمال. نعم. وتوفير مقومات الحياة. هل كانت هناك استجابة لهذه النداءات من قبل العمال؟ يعني عدد كبير، تقول 150 ألف عامل تقريبا. في عدد كبير توقف عن الذهاب للعمل الداخل، وأعداد ما زالت موجودة هناك. المشكلة الأكبر هي في بعض العمال الذين يدخلوا ويخرجوا بشكل متواصل. نعم. وهذا طبعا يشكل خطر كبير لانتشار الفيروس، ولذلك هناك إجراءات وقائية كثيرة. أريد أن أشيد بشكل خاص بالجهد الكبير الذي تقوم به اللجان الشعبية ولجان الطوارئ ولجان الإغاثة الطبية في مناطق مختلفة التي تقوم بجهد مدني وشعبي. طيب. واعي. دكتور مصطفى، تقول التقارير أن إسرائيل تسهل عمل هؤلاء الفلسطينيين داخل المستوطنات، هل هذه التسهيلات دائمة أم هي في هذه الأوقات فقط؟ لا، إسرائيل تتعمد أن تستغل هؤلاء العمال، هي تأتي بهم للعمل ليس من أجل سواد عيونهم، ولكن لأنها تستغل عملهم لمصالحها الاقتصادية. والآن أنا برأيي هم يخاطروا بحياة عمالنا ويسهل فعلا دخول بعضهم، حتى في بعض المناطق التي فيها حواجز مشددة جدا خففوا الحواجز لكي يدخل عمال أكثر، وهذا طبعا لأنهم هم أيضا في هم نفسهم في ضائقة اقتصادية. هناك تصرفات خطيرة أخرى للجنود والمستوطنين. هذا ما كنت أريد السؤال عن، هناك أيضا تقارير صحفية نقلت عن أن جنودا إسرائيليين من المصابين بكورونا وبعض المستوطنين يقومون عمدا بمحاولة نقل هذا الفيروس إلى الأراضي الفلسطينية. الذي حدث أنه كانت عدة حوادث اشترك فيها جنود ومستوطنون مستعمرون إسرائيليون قاموا بالبصاق بشكل مقصود على الفلسطينيين، قاموا بتلويث سياراتهم وتلويث أثاثهم، وطبعا الهدف من ذلك اما ان يكونوا فعلا يحملوا الفيروس ويريدوا نشره، او يريدوا ان يحدثوا حاله هلع وخوف لدى الفلسطينيين من ان ما يقوموا به هو لنشر هذا الفيروس. من رام الله رئيس جمعيه الاغاثه الطبيه الفلسطينيه الدكتور مصطفى البرغوثي، شكرا جزيلا لك دكتور. حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايران من دفع ثمن باهظ اذا هاجمت القوات الامريكيه في العراق، قائلا ان لدى المخابرات الامريكيه معلومات تشيد أو تفيد بهجمات وشيكة قد تنفذها إيران ومن أسماهم بوكلائها. ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات ترامب، وقال إن طهران ليس لها وكلاء في الخارج بل أصدقاء، مشيرا إلى أن إيران تتحرك من منطق الدفاع عن النفس فقط على خلاف الولايات المتحدة، متهما إياها بالغش والكذب وتنفيذ اغتيالات خفية. تحذيرات أمريكية إيرانية متبادلة من التصعيد في العراق، تفاصيل المواجهة اليومية للإدارة الأمريكية مع فيروس كورونا لم تمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة نهجه تجاه طهران، فأوجه تحذيره للقادة الإيرانيين من مغبة الإقدام على أي أعمال عدائية ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق. التحذير الإيراني جاء من وزير الخارجية محمد جواد ظريف قائلا إن طهران لا تملك وكلاء في الخارج بل أصدقاء، متهما واشنطن بالغش والكذب وتنفيذ اغتيالات خفية.
سياق آخر مستمر منذ أشهر، وهو الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية التي تضم جنوداً للتحالف في العراق، ما استدعى من واشنطن التصدي بنشر أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد التي سبق وأن تعرضت لهجمات هي الأخرى. أما السابقة الأولى من نوعها فهي تسليم التحالف الدولي 4 قواعد عسكرية للقوات العراقية، عازيا ذلك إلى التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا. وفي أول اختبار له لتوحيد الموقف، إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني الجديد يحط رحاله في بغداد وسط تشتت كبير في الطيف السياسي العراقي تجاه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما تبدو مهمة قاني صعبة بجمع الفرقاء مقارنة بسلفه قاسم سليماني الذي عرف بمقدرته على جمع الفرقاء إلى طاولة واحدة. في غضون ذلك كله اعتبر تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ما يحدث تصفية حسابات دولية في وقت أصبح فيه العراق ساحة خلفية لحرب المصالح يدفع وحده فاتورتها مع تدافع الأزمات المالية والصحية التي باتت خارجة عن السيطرة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أحمد رحيم. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. دكتور، لنبدأ من زيارة قائد فيلق القدس الجديد لبغداد، في أي إطار تقرأ هذه الزيارة؟ هل هي فعلا لترتيب البيت الشيعي؟ لا شك منذ مقتل سليماني في مطلع هذا العام إلى اليوم شهد التحالف الشيعي الكثير من التقلبات والانشقاقات، لأن سابقا كان قاسم سليماني ويساعده مهدي المهندس بالداخل ماسكين الملف العراقي بقوة، وكان هناك تجري مفاوضات وتقارب وجه النظر بين الأفاع الموجودين. اليوم أعتقد قاني ليس كسليماني، اليوم الموضوع أكبر من قضية مفاوضات بين الكتل السياسية الشيعية الموجودة. أنا أعتقد اليوم قاني جاء بالعصا والجزرة، أما معي أو ضدي، فاليوم جاء يعني بالتهديد للقوى الشيعية من أجل التماسك والالتزام بما يطلبه الجانب الإيراني. أعتقد أنا أقرأ هذه الزيارة بهذا الاتجاه فقط. طيب، هل تراجعت حظوظ عدنان الزرفي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة برأيك؟ لا شك إن فشل حكومة عادل عبد المهدي وخروج المتظاهرين 11 وتكليف عن لاغوي هذه كل التداعيات الماضية والمعطيات اللي دفعت رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذا البلد، وبعد تمزق الكتل الشيعية وعدم اتفاقها على مرشح جاء بعدنان الزرفي. عدنان الزرفي يعني عمل بالسلطة التنفيذية كمحافظ للنجف ثم بالسلطة التشريعية عضو برلمان، وشخصية معروفة. الكتل الشيعية الآن يخشون من عدنان الزرفي لأنه بمواصفات أولا استقلالية، ثانيا شخصية قوية، ثالثا لديه مشروع لاستقلالية البلد واستقلالية قرار البلد وبعيد عن التدخلات الخارجية، لا يسمح بالتدخلات الخارجية. هذه كلها عوامل الحقيقة التحالف الشيعي لا يقبل بها. فبالنتيجة اليوم هناك صراع قوي، لكن حظوظ عدنان الزرفي أعتقد قوية جدا بوجود الكتلة الشيعية الكتلة السنية والكتلة الكردية وتقريبا يعني أكثر من 80 نائب شيعي معه بهذا الاتجاه. طيب، العودة فحظوظه قوية. زيارة قاني دكتور مرة أخرى، هذه الزيارة تزامنت مع تصعيد في التصريحات ما بين واشنطن وطهران، هل يشي ذلك بأن لهذه الزيارة أي بعد عسكري في قادم الأيام؟ تعرف الأمريكان كانت لديهم يعني عدة خطوات بالشهر الماضي، خرجوا من كثير من القواعد العسكرية وأبقوا على قاعدتين، يعني الثلاث في واحدة في بغداد في مطار بغداد والثانية قاعدة عين الأسد والثالثة في كردستان. الهدف أعتقد هو كان واضح، هو يعني عدم حاجتهم لهذه القواعد أولا، وحفاظ على يعني قواعدهم العسكرية وعلى جنود الأمريكان من يتعرضون لأي هجمات أخرى.
فبالنتيجة جمعهم في قاعدة واحدة وحمايتها أفضل من تعدد القواعد. هالقضية. القضية الثانية، الأمريكان قد ضاقوا ضرعا بالضعف الحكومة العراقية وتلكؤها وعدم سيطرتها على الجماعات المسلحة اللي عادة ما تهاجم القواعد الأمريكية بصواريخ. نعم. ثالثا، الملف الضاغط اليوم على الأمريكان هو ملف الانتخابات، احنا في عام انتخابات، والملف كورونا. هذه كلها دعت الأمريكان إلى التحرك بسرعة باتجاه إنهاء الملف العراقي، الذين يعتبرون هذا الملف بالنسبة لهم جرح نازف. فالصراع اليوم الموجود هو صراع البقاء للأقوى، وأنا أعتقد الأمريكان اليوم هم الأقوى، والإيرانيين يمرون في أضعف حالاتهم بالسنوات على الأقل 30 الأخيرة. اليوم ملف كورونا ملف ضغط قوي، ملف الاقتصادي ملف ضغط قوي عليهم، وهم الآن في أضعف حالة. ثم ضياعهم يعني فقدانهم لقاسم سليماني اللي كان مسيطر على الكتل الشيعية الموجودة داخل البلاد، هذه كلها جعلت اليوم الملف الأمريكي ملف قوي، والتخوف الإيراني له ما يبرره في هذه المرحلة. لكن يعني نعلم جميعا أن الولايات المتحدة تملك أجهزة استخبارات قوية، خصوصا في دولة كالعراق. وعندما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك توقعات لعمليات ضد القوات الأمريكية، ألا يحفز ذلك دونالد ترامب لتفعيل خطته القاضية بسحب القوات الأمريكية من العراق قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لو كانت هناك أصلا نية حقيقية في سحب هذه القوات؟ أستاذي، اليوم الأمريكان عندهم خطتين، يعني خطة ألف وخطة باء. الخطة ألف هو المضي بتصويت لعدنان الزرفي ثم الحصول على تعهدات حكومية بالقضاء على الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة وانتخابات مبكرة. هذه التعهدات الحكومية اللي ممكن يحصلونها عن طريق عدنان الزرفي، هم ماضون في هذا الخطة ألف، تصويت على عدنان الزرفي، تمشية الحكومة، وتنفيذ الملف الأمني على ما يريده الأمريكان، وكذلك يريده الجانب العراقي. هذا الخطة ألف. نعم. أنا أعتقد الخطة باء هو إذا ما استطاعت الكتل الشيعية أن تتوحد ويكون هناك تصويت على عدنان الزرفي، أنا أعتقد في اليوم اللي يعني في اليوم التالي أو في نفس يوم عدم التصويت إلى عدنان الزرفي، سيبدأ الأمريكان بالخطة باء، وهي عمل عسكري للقضاء على الميليشيات والجماعات المسلحة بالعراق. نعم. لتهدد مصالح الأمريكان أولا في العراق، وتهدد الحكومة ومنع الحكومة أن تقوم بإجراءاتها السيادية لإدارة الدولة. عبر سكايب من بغداد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أحمد رحيم، شكرا جزيلا لك. المجال يستمر معكم، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. يجد النازحون الليبيون مأوى في مسجد في طرابلس بعد فرارهم من منازلهم خوفا من نيران قوات الجنرال خليفة حفتر التي تحاول الاستيلاء على العاصمة. فبعد مرور عام على اندلاع هذه الأزمة، فقد المئات من الليبيين حياتهم، ونزح أكثر من 150 ألف شخص عن منازلهم. إن خلت من العباد في زمن وباء كورونا، فإنها لا تخلو ممن ضاقت بهم السبل. هنا في العاصمة الليبية طرابلس عكس ما يجري في العالم، المساجد ليست خاوية، فقد أصبحت مأوى للاجئين من صواريخ حفتر. هذه الأسرة لجأت إلى المسجد وحولته إلى منزل مؤقتا علها تجد فيه ما يكف عنها الشر. وأما هؤلاء الأطفال فهم غافلون ويلعبون كما لعب الكبار بمستقبلهم. صواريخ قوات حفتر لم تترك بيتاً إلا وتركت فيه ثقباً مزق حياة من كان يأمل الحياة، فحولت بيوتهم إلى ركام وأنقاض، فتشتتت شملهم بسبب الصراع الذي مر عليه عام. طبعاً بعد مرور حرب وبعد مرور سنة من التهجير خارج البيت، شو نتمنى؟ نتمنى زي ما يتمنى أي مواطن، هو يرجع لبيته ويعيش في المكان اللي تربى فيه، وترجع يعني في العائلات ممكن من عام يتلاقوا مرة ويمشوا يباتوا بعيد، لأن ما فيش مأوى واحد يضمهم أو نفس الحوش اللي هم يجتمعوا فيه وكانت مزروعة فيه البسمة، تفرقوا بسبب هذه الحرب اللعينة، نتمنوها أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وبالرغم من الاتفاق على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإن قوات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة كمطار معيتيق الدولي ومنازل المدنيين والبنية التحتية. ونتمنى لكل الليبيين أن العام هذا تنتهي فيه الحرب ويرجع كل مواطن لحوشه من جديد ويعم السلام في كل ربوع ليبيا إن شاء الله. الأزمة الليبية بعد إطاحة نظام معمر القذافي لم تكد تنتهي حتى اختلق خليفة حفتر أزمة أخرى بإصراره على الوصول إلى السلطة، أزمة خلفت مئات القتلى وأكثر من 150 ألف نازح حتى الآن، وجعلت حياة المواطنين من سيء إلى أسوأ. وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من طرابلس عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال عبد المطلب. أهلا ومرحبا بك سيد جمال. سيد جمال، يعني من وين ولا من وين الليبيين سوف يلقوها؟ من قوات حفتر التي ما زالت تحاول السيطرة على العاصمة منذ حوالي السنة، أم من فيروس كورونا الذي ينتشر برفقة هذا التصعيد العسكري لقوات حفتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم أخي الكريم، أحيي قناة تي آر تي التركية والمشاهدين الكرام، وأقول لكم ابتداء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أذكركم به الشهير: أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن حفتر لم يسيطر على طرابلس، هو قريب ليبيا، ترامية الأطراف. ليبيا بلد كبير جدا وشاسع وصحراءه كبيرة، ولا تستطيع لا حكومة الوفاق ولا حتى لو كان هناك تقرت الأمور وهناك حكومة مستقرة، نعم، لا تستطيع أن صعب السيطرة على البلد بالكامل بعد الانهيار الذي حصل في تبع ثورة 17 فبراير. وبالتالي هو هذه نقطة. النقطة الثانية، هو ليست قوات حفتر فقط. أنا شايف صورة مزدوجة، من مش عارف عندكم الصورة معدلة ولا لا. تفضل، الصورة صحيحة. تمام. أنا القصة يجب أن نذكركم ونذكر الدنيا كلها بأن حفتر هو ليس وحده. حكومة الوفاق لا تقاتل قوات حفتر فقط، ولكنها تقاتل قوات جاءت من كل حدب وصوب. نعم. شدات آفاق، من الجنجويد ومن السودان، من تشاد، قوات مصرية، قوات مخابرات فرنسية، إماراتيين، من كل مكان. ومع هذا يعني صدتها قوات حكومة الوفاق وأدخنت فيها، بالرغم مما عندها من ما عند قوات حفتر من دعم لوجستي ومال وطيران وكل شيء. هذا سيد عبد المطلب، كيف قرأتم التصريحات الأوروبية وهذه المساعي لوقف تصدير السلاح إلى ليبيا؟ ما مدى جدية تطبيق ذلك الآن؟ أولا، نحن الآن السيد محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق قال كلمته التي تعبر عن حكومة الوفاق وتعبر عن الجيش الليبي وتعبر عن شرفاء ليبيا وتعبر عن ثوار 17 فبراير. نعم. هذا الكلام وهذا الاجتماع وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأنه يشير إلى جانب واحد، وكأنه أريد به، مش وكأنه، فعلا هو أريد به الدعم التركي والأسلحة التركية التي تشتريها ليبيا من تركيا، مثل ما أشار السيد خالد المشري. ونحن جميع، وهذه حكومة معترف بها دوليا وتدافع عن عاصمتها وعن مدنية الدولة وعن الحكومة المعترف بها دوليا، عن نسائها، عن أطفالها، عن بلادها. تدافع من حقها أي جميع شرائع العالم، القوانين والشرائع السماوية والأرضية والقوانين والتشريعات تسمح لأي إنسان أن يدافع عن نفسه حتى كان في بيته. وبالتالي نقول هذا القرار وهذا الاجتماع وهذا القرار الأوروبي هو ليس أوروبيا كاملا، ما زال ما لم يتم عليه الاتفاق ولم يوافق عليه مجلس الأمن، وأعتقد بأنه سوف يلقى معارضة من بعض الأوروبيين، من الألمان مثلا، لأنه هو القرار فرنسي
هو فرنسا هي كلما شعرت، فرنسا كلما شعرت بأن حفتر يقترب من السقوط ومن الانهيار تحاول أن تفعل شيء. إذن هو مقترح للإنقاذ. طيب دعنا نتحدث عن المسار السياسي، هل نستطيع القول أن أي مسار سياسي في ليبيا قد مات فعلا؟ هو لا نستطيع في السياسة، في علم السياسة لا تستطيع مهما، حتى لما تستعرض الحروب العظيمة، الحروب العالمية تنتهي دائما على طاولة الحوار، والفتن دائما، لا دائما القتال يؤدي إلى طاولة المفاوضات. بالرغم من أن هذه قصتنا نحن في ليبيا، نحن لا توجد سياسة، لأننا لا نتعامل مع شخص سوي، نتعامل مع شخص مهزوم تاريخيا في تشاد، وأعلن اعترف بالعمالة لمصر، ويستكوي على بلاده بالإماراتيين وبالسعوديين وبالفرنسيين وبالتالي المسألة مثل ما أشار السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي، قال لا يوجد عندنا طرف يعني موثوق فيه نستطيع نحن أن نثق في مواثيقه ونجلس معه ونصل معه إلى حل. لكن أستطيع أن أختم لك وأقول حكومة الوفاق تتبع استراتيجية السير في خطين متوازيين. الخط الأول وهو المهم اللي واصلين له الساسة والنشطاء والرأي العام والناس والجيش، الخط الأول هو خط القتال، لا مناص لا بديل، لأن حفتر لا يريد أن ينصت إلى صوت العقل ولا صوت السياسة، والناطق باسمه المسماري قال مرارا وتكرارا نحن لا نؤمن بالعملية السياسية والحل عندنا في المخزن وفي البندقية. هذا الخط الأول، المسار الأول. المسار الثاني مفتوح للسياسة، ولكن للأسف جربوا السياسة مؤتمرات تلو المؤتمرات أبوظبي باريس روما باليرمو برلين إلى آخره، ولكنها لكن واصلين نحن إلى قناعة بأن هذا المسار المجتمع الدولي الحقيقة لا يمتلك الإرادة الحقيقية، لم يتخذ قرارات حقيقية تستطيع أن نوع من الردع والجزر لحفتر والسيسي ولبن زايد ولبن سلمان ومن لفه. أنا أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر لمقاطعتك سيد عبد المطلب لضيق الوقت، أنا آسف لهذه المقاطعة. كنت معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي جمال عبد المطلب، شكرا جزيلا. إلى أهم الأخبار الإقليمية باختصار. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يبحث مع أطراف النزاع إمكانية وقف إطلاق النار رغم التصعيد الأخير. السلطات التركية تجمد أصول 3 منظمات ذات صلة بتنظيمي داعش والقاعدة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي. الجيش التركي يحيد 14 إرهابيا من تنظيم YPG قبل شنهم هجوما على منطقة درع الفرات شمالية سوريا. الحكومة الأفغانية تطلق سراح 100 سجين من طالبان مقابل الإفراج عن 20 من أفراد الأمن تمهيدا لمحادثات السلام. جنوب السودان تعلن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين أطراف مفاوضات السلام السودانية بسبب كورونا. اتحاد النقل الدولي يكشف خسارة شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا 23 مليار دولار بسبب كورونا. وأسعار النفط تصعد قليلا مدفوعة بطلب أمريكي بتهدئة أسواق النفط وتخوفات من تخمة المخزونات. أمر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي قوات الأمن بإطلاق النار وقتل أي شخص يتسبب بمشاكل في مناطق فرضت عليها إجراءات عزل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. ويخضع قرابة نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة لحجر صحي، بينهم الملايين يعيشون في فقر مدقع وقد خسروا وظائفهم بسبب القيود الصارمة على التنقل. أبرز محطات دوتيرتي في التقرير التالي. رودريغو روا دوتيرتي ولد عام 1945 في مدينة ماسن جنوبي الفلبين لأب محام وأم مدرسة. بعد دراسته الثانوية التحق دوتيرتي بجامعة الفلبين وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1968 قبل أن ينال شهادة القانون من جامعة سان بيدا الكاثوليكية، وعمل محاميا في الفلبين وأصبح فيما بعد مدعيا عاما لمدينة دافاو جنوبي الفلبين.
وفي أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس فرديناند ماركوس واستعادة الديمقراطية في الفلبين، عين نائبا لرئيس بلدية دافاو، وبعد شغل هذا المنصب بعامين أصبح رئيسا لبلدية المدينة، وتولى المنصب لثلاث فترات متتالية حتى عام 1998 عندما خاض الانتخابات التشريعية وتمكن من دخول البرلمان الفلبيني نائبا عن مدينة دافاو التي شغل فيها منصب رئاسة البلدية. عام 2001 عاد إلى رئاسة بلدية دافاو من جديد وتولى المنصب لأربع فترات متتالية، حيث شغل دوتيرتي هذا المنصب بالمجمل لأكثر من 22 عاماً، الأمر الذي عزز مكانته في المجتمع الفلبيني عبر تفاعله مع الشعب ومطالبه. ليدخل الرجل في سباق الرئاسة، حيث وعد دوتيرتي خلال حملته الانتخابية بأن يخفض الجريمة بقتل عشرات الآلاف من المجرمين ومتعاطي المخدرات، وعد كان له تطبيق على الأرض خلال توليه رئاسة البلدية، حيث تزعم جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من 1400 شخص قتل خارج نطاق القانون بمدينة دافاو خلال رئاسة دوتيرتي للبلدية. وبهذا الوعد فاز الرجل في انتخابات عام 2016، وذلك بعد حصوله على نسبة 39% من الأصوات، أي ما يعادل نحو 16 مليون صوت. دوتيرتي الذي يسعى إلى اتباع سياسة خارجية مستقلة للفلبين يعرف بمواقفه المثيرة للجدل في مواجهة الأزمات. وفي ظل انتشار وباء كورونا المعروف بكوفيد-19 اتخذ قرارات حاسمة لمواجهة انتشار كورونا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، حيث يخضع قرابة 50% منهم لحجر صحي. لم تكن مجرد قرارات فحسب، بل أمر دوتيرتي قوات الأمن بإطلاق النار وقتل أي شخص يتسبب بمشاكل في المناطق المختلفة التي فرض عليها العزل الصحي. وصلنا مشاهدينا إلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع رشا الحلبي، تفضل يا رشا. شكرا لك محمد، أهلا بكم. في زمن كورونا ظهرت قيم اجتماعية جديدة، أهمها الحملات الشعبية التضامنية والتكافلية، فالعالم أكثر احتياجا للتضامن الاجتماعي لهزيمة الفيروس، ففي ظل التباعد الاجتماعي يظهر التضامن الاجتماعي جليا للجميع. في الكويت حملة إلكترونية على صعيد البلاد بعنوان فزعت للكويت، أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل العمال والمرضى والأسر المتضررة من أزمة كورونا، وقد بلغ عدد المتبرعين في حملة فزع للكويت أكثر من 10,000 متبرع. في لبنان عدة حملات شعبية انطلاقا من العاصمة بيروت وسط غياب للجهود الحكومية بهذا الصدد. الإعلامية اللبنانية داليا داغر أطلقت حملة سطوح بيروت لجمع تبرعات من أجل تأمين صناديق مساعدات للأسر المتعففة. من جانب آخر حملة إذا قادر سامح بالإيجار لحث أصحاب المنازل على التخفيف من الأعباء عن العمال في هذه الأزمة. لقد حظيت هذه الحملات بتفاعل شعبي واسع. إلى العراق، حيث كشف فيروس كورونا عن صور ناصعة للتضامن الشعبي بعد فتوى التكافل الاجتماعي، حيث استجاب العراقيون لمرجعياتهم وساهموا بتعزيز التكافل في جمع المساعدات للعائلات المتعففة. في ظل تكافل اجتماعي واسع ظهر بين الأغنياء والفقراء في هذه الأزمة. في قطاع غزة المحاصر تحد جديد للأزمة يظهر جليا، تحدي الخير، هكذا أطلق عليه الغزيون، وعمدوا لجمع تبرعات عينية ودعم المحتاجين بأي وسيلة ممكنة، ونشر العديد صورا يتحدون فيها زملائهم للقيام بأعمال الخير. والدفعة تلو الأخرى من قسائم المساعدات ظهرت في القطاع من خلال حملة تحدي الخير. أردن النشامة حظيت بالعديد من المبادرات الفردية والجماعية في عدد من المناطق، فقد دعا ناشطون أصحاب المعامل والشركات ممن يتعاملون مع المياومين لتسديد سلف نقدية لهم. الجار يتقاسم مع جاره الخبز والطعام في ظل نعمة الأمن والأمان. العاهل الأردني يوجه بإعفاء جميع مستأجري العقارات الوقفية الإسلامية في القدس من الدفع حتى نهاية 2020، ليخرج الأردن من الأزمة بعقد اجتماعي جديد ينظم الحياة المجتمعية. التكافل الاجتماعي في السلط ظهر بأبهى صوره. مشاهد، هاي السلط يا اخوان، طبعا هاي الخضروات والفواكه حاطينها للأرصفة للناس المحتاجة، اللي بيحتاج ياخذ كيس كيسين
الله يعطيهم الصحة والعافية طبعا لكل متبرع. في تركيا أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة تضامن وطنية لدعم المتضررين من فيروس كورونا، وقد لاقت تفاعلا واسعا. الرئيس أردوغان افتتح الحملة بالإعلان عن التبرع براتب 7 أشهر. شركة تورك تيليكوم للاتصالات ساهمت بأكثر من 40 مليون ليرة تركية لصالح الحملة. من جانبها أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية عن تبرعها 10 ملايين ليرة. فالآن وقت الإخاء بحسب الناشطين. هذا فيما شارك عدد كبير من المواطنين بالحملة من خلال رسالة نصية يتمكنون من خلالها بالتبرع 10 ليرات تركية. إلى هذا انتشر فيديو الحملة حيث يقول الرئيس التركي فيه: ليس لنا صديق سوى بعضنا، ليس لنا سند آخر سوى بعضنا، مؤكدا أن أكبر قوة لدى تركيا هي تكاتفها وتضامنها وأخوتها، فتركيا تكفي نفسها. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. في إيطاليا تكافل اجتماعي بشكل آخر. فبعد أن أغلقت المؤسسات الخيرية والمشاريع الاجتماعية في وسط نابولي بسبب حظر التجول الناتج عن فيروس كورونا، بدأ أنجيلو بيكوني أحد سكان حي سانتا كيارا في مشاركة وجبته مع الأشخاص الذين لا مأوى لهم من شرفته باستخدام السلة والمعروفة باسم بانارو. وسرعان ما عممت مبادرته، بات السكان يتركون السلال المعلقة على شرفهم حتى يتمكن السكان المحليون الآخرون من المساهمة عن طريق إدخال الإمدادات، ويمكن للمحتاجين بدورهم أن يأخذوا ما يريدون. نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم، وعودة إليك محمد. شكرا لك رشا. أما الآن إلى أهم الأخبار الدولية باختصار. واشنطن تطالب حكومة ميانمار بوقف ممارسات العنف في منطقتي أراكان وشين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. مقاتلات حربية أمريكية من طراز F-35 تنفذ مناورات تدريبية في سماء بحر الفلبين غرب المحيط الهادئ. محكمة العدل الأوروبية تتهم بولندا والمجر والتشيك بانتهاك القانون لرفضها استقبال اللاجئين خلال عام 2015. القضاء الباكستاني يلغي حكما بالإعدام على بريطاني أدين بقتل صحفي في وول ستريت جورنال وهو دانيال بير في العام 2002. الحكومة البريطانية تؤجل قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي التي كانت مقررة في غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر المقبل. ووزراء الخارجية في حلف شمال الأطلسي يعقدون اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث تدابير مواجهة وباء كورونا. ومنظمة الأغذية والزراعة فاو تقول إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة في مارس بسبب كورونا وأسعار النفط. من أجل التقاط عدة صور لطفل لم ينهي ربيعه الأول، تحتاج السيدة الفلسطينية دعاء شتية إلى ما لا يقل عن ساعتين. تمتلك شتية استوديو مختصاً بتصوير الأطفال حديثي الولادة، وحققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، حيث أصبحت من أشهر مصوري مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. لكن هذا النجاح يخفي الكثير من الألم، فزوجها معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يعاني طفلها من مرض التوحد. نتابع. اسمي دعاء شتية وعمري 30 سنة، وأنا متزوجة وأم لطفلين، زوجة أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، وعندي إسلام وخديجة. إسلام يعاني من اضطراب طيف التوحد، عمره 7 سنوات، وهو تقريبا هو الدافع الأساسي لمشروعي، مشروع التصوير، في ظل يعني وجود مصاريف زائدة لأطفال التوحد وتكاليف كبيرة في علاجهم وتأهيلهم، في ظل كمان وجود زوجي لدى الاحتلال الإسرائيلي، ويعني يعني معيل الأسرة مش موجود معنا، فهو كان هذا أكبر دافع إنه أنا أنشئ مشروعي التصوير وأبدأ فيه. والحمد لله رب العالمين كانت بداية موفقة، في سنة 2016 بلشت فيها، والحمد لله في 2020 وصلت لمرحلة ممتازة بعد الحالي، وإن شاء الله الحلم أكبر مني. درست دبلوم مساقط ملتي ميديا في جالكسي للتدريب، معهد جالكسي للتدريب، وحصلت امتياز الحمد لله رب العالمين، برغم ظروفي الصعبة أثناء الدراسة، إنه أنا كنت أم لطفلين وباخذ ابني على علاج الصبح، بروح على المحاضرة بحطه في حضانة فترة، وبروح على المحاضرة
وبعد المحاضرة بروح أشتغل تصوير يعني مع إحدى الأستوديوهات، فكان الإشي مش سهل، وقتي مليان، وقتي مرهق، لكن الحمد لله حصلت امتياز وكنت أدي المسؤولية وأكثر. أنا درست كيمياء تطبيقية في النجاح، تخرجت في 2011، بس أول ما تخرجت تزوجت، وزي أي ست متزوجة بتبلش يعني تعتني في عائلتها وهيك تربي أطفالها. ظروفي المعينة دفعتني أني أشتغل بالتصوير، وهو مشروع حر، يعني بإمكاني أني يكون وقتي حر، بإمكاني أعالج ابني مثلا أكون معه في التأهيل، وإمكاني أني أشتغل بالتصوير. هو كمان شغفي في التصوير، أنا كتير بحب التصوير، بس ما عمري فكرت أنه يصير مهنة المستقبل. لما صار مهنة المستقبل، لما أنا حسيت أنه بدي مشروع ضمن شغفي وآياتي، وكمان ضمن وقتي وإمكانية حدود وقتي. بلشت في كاميرا واحدة فوتوغرافي، والحمد لله رب العالمين اليوم عندي طاقم من ستات تصوير، بنصور أعراس، ويعني في ثقة بيننا وبين الزبون ثقة، لأنه الطباعة كمان بتتم عنا. إن شاء الله لقدام أطلع أخذ توتوريالز عالمية في تصوير الأطفال، وأستغني عن كل تصوير ما سوى الأطفال. يعني أنا شغفي في الأطفال، بس حاليا ثقافة تصوير الأطفال عنا قليلة ومش مشهورة، فأنا إن شاء الله يعني بدي أصور أطفال بطريقة يعني عالمية، فنفسي أطلع أخذ كم دورة عالمية بزيادة إني أحقق هذا العلم الحلم، أوصل لاستوديو عالمي لتصوير الأطفال. يعني بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه تطورات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية والعمال الفلسطينيين في المستوطنات ومخاوف من كورونا والعراق وصراع تشكيل الحكومة الجديدة. إلى هنا وصلنا إلى الختام، شكرا على طيب المتابعة، ابقوا دائما في منازلكم، ابقوا في أمان، إلى اللقاء.